سلام ونعمة المسيح على الجميع. أنا أبو ريم إسماعيل علي أبو جياب فلسطيني صح، أتمنى يكون واضح. طيب راح أتكلم عن موضوع مرة مهم، هو أني يعني أنا اعتنقت الدين المسيح وتركت الدين الإسلامي. طيب لما كنت في المملكة العربية السعودية انولدت مسلم طبعا وعشت فيها مسلم كل عمري، وكانوا يعلمونا في المدارس الأشياء الكويسة في الإسلام، ما علمونا الأشياء السلبية في الإسلام. وأنا راح أذكر لكم الأشياء السلبية اللي في الإسلام اللي جعلتني أترك الدين الكرة. أول سبب أنه دين يدعو إلى الكراهية والبغضاء والدعاء على الآخر والقتل واللعن والسب يعني والشتيمة وأشياء كثيرة في الإسلام، يعني لو عد من هنا لين بكرة. ثانيا الأخطاء العلمية التي وجدت في القرآن، أخطاء يعني أعطيكم على سبيل المثال، من الفضح الأخطاء، من الفضح القرآن العلم، الأخطاء العلمية. القرآن يقول لك وبسطنا الأرض بسطة، يعني يقول لك الأرض مبسطة، العلم يقول لك الأرض كروية، تصدق مين؟ هذا أول تناقض. فيه تناقضات كثيرة بس ما نضطر نشرحها، أنا راح أقول لكم زبدة الموضوع. اعتنقت الدين المسيحي لأني لقيت نظرة على هذا الدين وبحثت فيه يعني بعمق، وجدت أنه دين تسامح ودين حب ودين طمأنينة بالنسبة لي صراحة. يعني يقول لك بارك ولا عينيكم، هذا الدين المسيحي، ومن لطمك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. اللي في الإسلام عكس ذلك، يقول لك السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم. شكرا يا دين الرحمة. ثاني شيء راح أقول لكم، الدين المسيحي دين رحمة بعكس دين الإسلام. في بعضهم يقول لك دين الإسلام دين الرحمة، فين دين الرحمة؟ يقول لك ترهيب وخوف وقتل ويوم القيامة. وأنا عشت طول عمري في السعودية، في المملكة العربية السعودية، طول عمري عشت بخوف أني أنا خايف من عذاب الآخرة وعذاب القبر وخايف من الثعبان الأقرع والأشياء هذه كلها. أما لما عرفت الدين المسيحي يعني صراحة كنت في ظلام ودخلت على نور لما اعتنقت الدين المسيحي. وأنا دحين في داخلي عن قناعة جالس أتكلم، جالس أقول لك أنه أنا اعتنقت الدين المسيحي وتركت الدين الإسلامي دين الكره، ودخلت إلى النور من الظلمات. وحاب أوصل رسالة بس للي يشوف المقطع، يعني من اللي يعرفني والمسلمين اللي يعرفوني، إذا أنت تكرهني